والوطني الأحرار، لكم الكلمة السيد النائب المحترم. شكرا سيد الرئيس. سجائر الإلكترونية والمنتشرة بين الأطفال واليافعين وعن تدابير ذات صبغة تنظيمية والقانونية بالتنسيق مع باقي الشركاء للحد من تداعيات سلبية لهذه الظاهرة، نسائلكم سيد الوزير. شكرا. هذه الظاهره اللي كتدخل في اطار ديال التدخين، وهي اللي كتكون محاربه في البرامج ديال الصحيه. كنحاربوا التدخين وكنحاربوا كذلك حتى الادمان على هذه المسائل ديال كما قال العالي، يعني هذا كتدخل في التدخين ماشي خاصه غنقول السيجاره الالكترونيه او السيجاره. التدخين بصفته وبرمته يحارب. عندنا برنامج ديال التحسيس، برنامج ديال كذلك ديال التوعيه، برنامج ديال في المدارس بالنسبه للتلاميذ. هذا راه كاين برنامج كبير ديال الصحه. شكرا سيد الوزير على تفاعلكم مع السؤال ديالنا. وحنا فريق التجمع الوطني للاحرار كنتمنوا العناصر الجواب ديالكم، واللي يعني فيه كيتضمن معطيات على الظاهره ديال التدخين بصفه عامه، واللي عرفت انتشار يعني كبير في صفوف الاطفال والمراهقين امام الاعداديات والثانويات في المجال الحضري كما في المجال القروي، ويعني وكنعرفوا بان عندها واحد الاضرار الصحيه كبيره اللي كالسرطان كمشاكل في القلب وفي الرئه. وكنعتزوا بالتدابير والجهود يعني اللي رسميه اللي طلقتها الوزاره من خلال يعني السياسه الهادفه للوقايه من تدخين النيكوتين بشكل عام والسيجاره الالكترونيه بشكل خاص. وكنتمنوا كذلك المجهود اللي كتبذلوا في اطار خطه عمل والتعليم الاولي والرياضه للاستجابه يعني بطريقه فعاله للمختلف القضايا الصحيه والوقايه التلاميذ من انواع عديده من السلوكيات ذات الخطوره والسلوكيات الادمانيه بشكل خاص، ومن الوقايه من تدخين السيجاره العاديه والسيجاره الالكترونيه بشكل خاص. وكندعو الوزاره لضروره تكثيف يعني الجهود المبذوله في هذا الاطار باش واطلاق يعني حملات او مبادرات جديده لحمايه صحة الأجيال القادمة وتعزيز مهارة المهنيين الصحيين في مجال مكافحة الإدمان، والإسراع كذلك بإطلاق شبكة وطنية للمساعدة لدعم اليافعين والشباب اللي كيعانيوا من مشاكل نفسية أو سلوكات. شكرا سيد النائب المحترمة. شكرا، انتهى الوقت. انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية وخصوصا في صفوف التلاميذ والأطفال هي ظاهرة دخيلة على مجتمعنا المغربي الأصيل. اليوم احنا في فريق الأصالة والمعاصرة كنعتبروا بأن هذه الآفة أو هذه الظاهرة الخطيرة يجب معالجتها في مقاربتها الأمنية، خصوصا وعلى مستوى تكثيف الحملات الأمنية أمام أبواب المدارس، لأن آخر المعطيات كشفت أن 9.6% من الأطفال حصلوا على سجارة إلكترونية في عمر يتراوح ما بين 10 و12 سنة، و23 20.4% حصلوا على سجارة إلكترونية في عمر يتراوح ما بين 13 و14 سنة. اليوم المطلوب إعمال مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات المعنية للتحسيس بمخاطر هذه الظاهرة لما لها من تهديدات صحية مباشرة على صحة الأطفال وكذلك على العصف بمستقبلهم الدراسي. وشكرا. شكرا، تفضل سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. سيد النائبة المحترمة، احنا دابا في برنامج ديال صحتكم في نمط عيشكم خدامين لتقليص من الاعداد والنسبه ديال الامراض الغير الساريه اللي كيدخل فيها انما هذه السيجاره الالكترونيه اللي كنعيطوا لها الفابوتور ولا فابوريزاتور واللي كتحمل في الداخل ديالها بعض لي سوبستانس اللي يقدر يكون فيهم النيكوتين يقدر ما يكونش فيهم النيكوتين. انا بالنسبه لي كتدخل كلها في الخانه ديال جميع الامور اللي كتقدر تؤدي بالصحه ديال الشباب ديالنا للتدهور. راه شتي الاكل المفرط ربما اكثر من هذيك، يعني ماشي السيجاره الالكترونيه اللي خصنا نهضروا عليها، خصنا نهضروا على برامج صحيه اللي كتحمي الشباب ديال الصحه ديال الشباب ديالنا، فيها السيجاره، فيها الرياضه اللي خصنا نهضروا عليها، فيها بزاف الافراط في الاكل، فيها بزاف ديال الامور. وكذلك كما قالت السيده النائبه المحترمه المقاربه الامنيه هذا كان ممكن، انما كنقول لك ما كنفرقش ما بين التدخين وما بين السيجاره الالكترونيه، هو برنامج اللي خصنا نحاربه سواء في المدرسه سواء في الدار، السلوك الاباء، بزاف ديال الامور اللي كتدخل في هذه المساله هذه. شكرا.